يتزامن انعقاد الملتقى الدولي للأعمال في نسخته الثانية في سياق إقليمي ودولي يتجه نحو تعزيز الشراكة الإقليمية والبين القارية بين الدول على أساس التقاء مصالح مشتركة تنبني على قاعدة رابح رابح. ويأتي انعقاد الملتقى الدولي للأعمال في نسخته الثانية والذي ينظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الخدمة في جهة الغربية ستات وغرفة التجارة والصناعة الإسبانية وغرفة التجارة البرتغالية وبرعاية من ثلاثة وزارات النقل واللوجستيك وزارة الصناعة ووزارة الانتقال الطاقي. بعد نجاح النسخة الأولى العام الماضي بمدينة طنجة حيث عرفت مشاركة أكثر من 600 شركة ومقاولة من المغرب وإسبانيا. وهذه السنة انفتحت الهيئة المغربية للمقاولات على محيطها الإيبيري باستضافة إسبانيا والبرتغال والسنغال ضيوف شرف هذه الدورة. نظرا للترابط التاريخي بين الحكومات والشعوب والبلدان الثلاثة، فضلا على العلاقات التجارية والاقتصادية القديمة جدا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل مثلث هذه البلدان جسرا قاريا يربط دول الشمال ودول الجنوب. تنفتتح اليوم ملتقى ديال الاعمال منظم من طرف واحد الجمعيه مغربيه اللي تنشكرها على هذا العمل الدؤوب. وهذا الملتقى هذا تهم الشركات المتوسطه والشركات الصغرى ديال ثلاثه ديال البلدان، علاوه على اخواننا ديال السنغال اللي رضاو يحضروا معنا، بلدان ديالنا الاخرين هو بالطبع المغرب ولكن ايضا البرتغال واسبانيا. الهدف من هذه اللقاءات هو خلق جسور جد مهمه ما بين المقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطه اللي هي الاداه الاول لخلق فرص الشغل في جميع هذه البلدان. وتنتمناو بانه هذا اللقاء هذا يكون مثمر ويوطد ما بين العلاقات ديال هذه المؤسسات ديال القطاع الخاص ما بين البلدان الكره. تنظموا هذا لقاء الاعمال الدولي في نسخته الثانيه بمدينه الدار البيضاء، واللي عندنا ضيوف شرف اليوم هما اسبانيا والبرتغال. وكي يعني محور ديال هذا الملتقى هو الشراكه المغربيه الايبيريه في اطار تحضير يعني لهذا الحدث الكبير ديال يعني كاس العالم ديال 2030. بالتالي فاليوم فرصه باش يلتقاو رجال الاعمال من هاد الدول الثلاث، ويكون واحد مجموعه ديال يعني غدا راح مجموعه ندوات على هامش هذا الملتقى. اليوم الصبيحه عندنا الجلسه الافتتاحيه واللي حاضر معنا السيد وزير النقل وكذلك السيد رئيس الجهه وكذلك رؤساء الغرف ديال الدولتين في المغرب، ومعنا كذلك القنصل ديال اسبانيا والقنصل ديال السنغال ورئيس غرفه الدكار. هذو من ضيوف الشرف معنا في الملتقى. واليوم كما شفتوا فتعطات اشارات قويه باللي هذه الشراكه المغربيه الايبيريه هي شراكه قويه، والتجسيد ديالها من خلال هذه الانشطه اللي كتجيب رجال الاعمال كذلك باش يدخلوا في هذه الديناميه ديال الاشتغال على هذا الملف المشترك. اكيد ان اليوم غتفتح فرص لتبادل للتشبيك المهني وتشبيك الاعمال، وكذلك باش اننا نعرضوا سميتو الفرص اللي كيزخر بها المغرب من خلال الندوات اللي غتطرح لنا. بعد الندوات ندوه حول الفرص والاستثمار على مستوى المغرب وعلى مستوى الفضاء الايبيري، عندنا ندوه حول الاقتصاد الرياضه او صناعه الرياضه، وعندنا كذلك ندوتين غدا الصباح ان شاء الله بالنسبه للتدوير وبالنسبه كذلك يعني الاشكال الجديده للاستثمار. الهيئه المغربيه للمقاولات كتمثل النسيج الاقتصادي ديال المقاولات الصغيره والصغيره جدا. الشركات الكبرى عندها القدره باش انها تدير هذاك يعني التنقيب ولا البحث على الاستثمار بوسائلها الخاصه. المقاولات والمؤسسات الصغيره حنا الدور ديالنا كي هو نكون هذيك يعني الواسطه ما بينها وبين صانع القرار، كذلك بالنسبه للمؤسسات سواء العموميه ولا الخاصه، باش اننا نتيحوا الفرصه للتبادل واللي كذلك فرصه التشبيك كما قلت التشبيك المهني وتشبيك الاعمال. وهذا بالنسبه للمقاولات الصغيره والصغيره جدا غير متاح. حنا كنحاولوا من خلال هذه اللقاءات اننا نقربوا هذه الفاعلين الاقتصاديين من هذه المقاولات الصغيره، وكذلك نبرزوا شنو هما الامكانيات المتاحه بالنسبه للمقاوله بشكل عام في ظل هذه الشراكه الجديده وهذه الفرص اللي غتوفرها هذا الاشتغال المشترك على هذا الملف ديال يعني كاس العالم. وكاين استحقاقات اخرى، المغرب في واحد الديناميه قويه وكاين ورش مفتوحه، وحنا بغينا الجميع ينخرط بما فيها النسيج المقاولاتي ديال المقاولات الصغيره والصغيره جدا. الاطار ترجم اشاره ذلك الى استفاده المقاولات النقليه من برنامج تجديد الفروض والمركبات، وكذا برنامج بيدروجيس لتحديث ادوات عملها عبر تمويل تنشيط.